ان شاء الله في هذا الفيديو الاخوان غادي نعطيكم بعض النصائح المهمه اللي غتفيدكم في حياتكم اليوميه مع الدراجه الناريه. اي نوع ديال الدراجه كيما كان نوعه خاصكم ديروا ليها الطريقه، وانما خص يكون موتور كاترطون. في هذه الاونه الاخيره الاخوان فاش خرجت الدراجه الناريه كاترطون، تتخرج معها من بوبين ديال الضوء، الدور ديالها هي لاليماج، بوبين اسي. هذه البوبين اسي الدور ديالها تتعطي الموتور الديماراج. حنا عندنا المشكل في الديماراج، يعني الموتور فاش ديماري تيزيد ما كاينش مشكل، وانما اوتوماتيكمون تتحرق لي هاد البوبينه، الموتور تكون غادي به في الطريق تيسكت لك، ما تبقاش تعرف شنو المشكل. اكثر هي الناس المبتدئين اللي ما فاهمينش في هاد الدومين بزاف، لهذا تصنتوا لهاد الفيديو هذا. وفي اخر الفيديو فانني دير واحد المقطع للشركات ممكن يستافدوا منه باش انهم يصلحوا العيوب ديال الدراجه الناريه. تبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله دراري، تبارك الله عليكم. يوم نهار جديد، خارجين بالموتور اليوم الشتاء، نتمنى ان شاء الله كل شيء يكون على خير. فنصيحتي لكم هذا النهار المبارك الكريم من بعد الرحلة ديالي البارح اللي كانت نواحي ديال عين خميس، نواحي والمس، الموتور تبارك الله زوين خير عامر، واخا العقابي مجهدين، واخا الريح اللي كانت البارح، العاصفة اللي كانت البارح سلكنا منها، كانت مجهدة مع الجبال شوية نقصو علينا الريح، العجاج موصلناش. من حاجة وحدة اللي بغيت نقوم بها دابا حاليا هي سميتو هاد الشتا هادي، الموتور فاش كيدوي عليه الما كيوقع عليه بحال الكونطروا، كيتحرق ليه البوجي أولا توقع عليه شي مشكل في الكروا أولا هدا، وإنما عنده مشكل واحد، جوج مشاكل. هاد كتلقى لاريفاج الأولاني ديال 2023 هو أن الشفوط البوجي خصو يتغير، لأن الشفوط البوجي اللي عنده هو شفوط ديال الحديد يصلح للصيف، هاد الشفوط البوجي اللي تيصلح للصيف فيه مزيان، وإنما إن فوا تيقاسو الما تيولي ماس، والماس راه هو سبب ديال سكيت الموتور، الموتور تيسكت ليكم في الطريق، يعني قيسو الما غادي يسكت الماء، غادي يسكت ليكم الموتور، إذا البوجي تيولي قايتو الماء، شفوط البوجي تيقيسو الماء. لهذا الإخوان فنصيحتي لكم هو أنكم ضروري تغيروا الشفوط البوجي في هاد الفترة ديال الشتا، ملي تحيد الشتا تاني ردوا الشفوط الآخر ديالكم الأصلي، ردوه تاني كذلك حيت الصفار وكتكون مدة طويلة، عكس ديال البلاستيك مع السخونية تيطردق، غير هو مزيان في هاد الوقيتة ديال الشتا. الحاجه الثانيه الاخوان، اي واحد شرا موتور من طريفان 2023 من شهر 11 لتحت فضروري يبدل ليه سيديا، حيد سيديا 5 فيشات ويدير سيديا بدري، سيديا بدري راه معروفه هادشي عند السيكليس كيما كان نوعو. السلام عليكم خويا، بغيت ندير سيديا بدري، غايدير لك سيدي بدري غير كبال، بس سيدي بدري تدير ما بين 45 درهم حتى 55 درهم على حسب لي مارك، ما تتغلاش بزاف، و فهي خدامة. علاش؟ حيت اوتوماتيك مول الماء كيقيس الطابلو داليماج، ولا الموتور كيولي يدير مجهود كبير باش يطلع في العقابي، ولا يطلع ولا يزيد في الطريق مزيان، الطابلو داليماج يتحرقش كامل، وانما تتحرق ليه فقط بوبينه وحده اللي هي ديال الديماراج، هذيك البوبينه ديال الديماراج تتحرق، الموتور تيسكت لك وسط الطريق، ما تبقاش عارف شنو المشكل دي. لهذا الناس المبتدئين اللي ما فاهمين والو في الموتور، وانا تنصحكم نصيحه ديال واحد عارف وعندي تجربه في الدراجه هذه اللي فاهم فيها مزيان، لهذا تبدلوا ليها سيديا وغدير سيديا بدري،
وغتبدل الشابو ديال البوجي في هاد الشتا هادي. تحياتي لكم الاخوان، وتبارك الله عليكم، ونتمنى لكم التوفيق.